على الإنسان أن يتعرف على أمير المؤمنين ومولى الموحدين وقائد الغر المحجلين أكثر فأكثر، هذا أولا. ثانيا أن يقوم الإنسان بتعريف أمير المؤمنين للعالم، عباقرة العالم، لو عرفوا شعاعا من أشعة نور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لاهتدوا، لاهتدوا. المنصفون من كبار العلماء والعباقرة والشخصيات ليسوا بالقلة، إلا أن المشكلة في أننا لم نوصل حتى شعاعا من أشعة نور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للعالم. ثالثا أن نحاول أن نتأسى بعض التأسي فيما يمكن لنا بأمير المؤمنين في أقوالنا، في أفعالنا، في جوارحنا، في جوانحنا، ولو أن ذلك قد تجسد في شخص. لرأيتم كيف أن تموجاته القلبية والفكرية والقولية والعملية تغير مساحات واسعة من البشرية، فكيف لو تجسد ذلك في مجموعة؟ فكيف لو تجسد ذلك في الشيعة بأجمعهم؟ ستبدل الأرض غير الأرض يومئذ، حينئذ، عندئذ.